اهلا وسهلا بكل الحضور الذي شرفنا الليله. مدام مي شديا، اهلا وسهلا فيك اليوم بدبي، ام سي اف بدبي للمره الثانيه. خبريني عن التحضيرات، خبريني عن حماسك لانطلاقة النسخة الثانية بدبي. يعني الحماسة والاندفاع والصلاة انه كل شيء يمر على تمام، لانه كثر خير الله. ايفنت صار منتظر سنة بعد سنة لتكريم اهم الاعلاميين انترناشونال، يعني مش مقتصر على منطقة معينة من العالم، والعدد منه كثير كبير. سو هي الكوكبة من الاعلاميين بتجتمع من مختلف اقطار الدنيا بهذا الايفنت يلي هو مثل ما بنقول تتويج لعمل مؤسسه مي شديا، معهد الاعلام طوال السنه اللي بنعمل فيه نشاطات مختلفه بمجال الاكاديمي، بمجال تنظيم المؤتمرات الى ما هنالك. هذا المؤتمر، هذا بالاحرى هي السيريموني، الميديا اوير سيريموني، صار لها نكهه خاصه يعني وبصمه خاصه بمجال الاعلام. والمميز كمان احنا ما بنشوف تركيز على الاعلاميين والاعلاميات، شوف التركيز على تكريم الفنان المبدع في مجال الفن، هي لفته منك كثير كبيره تقديرا لنا لهالمجال طبعا، يعني لانه انت تقديره بهذا المجال طبعاً. يعني انا من اللي دفعوا كثير غالي طبعا التزامهم بهيدي المهنه يلي ما ساومت على مبدئها وعلى القيم تبعيتها. بالنسبه لي لا، انا المكرمين لما بيقبلوا انه يتكرموا بعد الاختيار يلي بيتم من قبل مجلس الامناء كل سنه، هو تكريم لي لانه بكبر فيهم. اليوم نحن بهذا الايفنت المختص للاعلاميين، وانت صرت قدوه لكثر على البودكاست وعم تتكرم اليوم، خبرني عن شعورك وعن هاي الجائزه، كيف بتعني لك وشو تاثيرها لك؟ هو تشوف عنك يعني الواحد يسوي اللي عليه، ويوم الناس يقدرون هالشيء اظن كلنا نحن كبشر، يعني انا لو اقدر شغلك انت بتستانس، فلو انت بتقدرني وانا احترم رايك احس شيء جميل، فحلو انهم ياس يقدرون المحتوى اللي ياس نقدمه، فالشكر لهم، الشكر للجمهور اللي يحبون البرنامج ويدعمونه، واتمنى المحتوى اللي ياس نقدمه له فائده وله قيمه ان شاء الله للناس. هو لي قيمه ولي فائده، وكثر زي ما حكيت لك صار قطار كله ماشي بودكاست، يعني انت بالعالم العربي طلعت فيه اذا صح التعبير، انا يعني من وجهه نظري انا اول بودكاست حضرته لإلك، وعم بتجيب ضيوف كشفوا اوراقهم وكانوا انسان بيحكوا يعني بصفه الانسان، بعيدا عن الفن بعيدا عن منصبهم. انت استفدت، انت اصبح عندك اليوم موسوعه، يعني فيك تكتب كتاب عن هاي القصص، فكرت تكتب كتاب عن القصص ما تكتبها يعني بالحرف ولكن تستخلص منها اشياء تفيد الناس. في وايد كلام ان الحين عشان تقريبا 200 حلقه، فوق 200 حلقه، فالمستنتجات اللي تعلمنا منها هي فكرة حلوة اللي انت قلتها وتكلمنا فيها، انه يمكن نسوي مثل يسمونه كوفي تيبل بوك، اللي بس مثلا صورة الشخص والهذا، ففي تعاليم ودروس، فليش لا؟ انا شو عم بخطط لبعدين؟ يعني شو عنده يعني هلا بودكاست ما شاء الله خلص كسر الدنيا، اكيد في خطط، وانت يعني بتروح صوب العالمية انا عم شوفك، فاكيد في بلان عندك، ممكن تعطينا شيء عم بتحضر له، شيء عم ممكن مفاجأة للجمهور؟ لا في اكيد اسرار عماد اسرار المهنه ما بنقول، بس الاشياء اللي يمكن الناس يعرفونها بنركز اكيد على القصص المجهوله اللي مش دائما مشاهير. في كم من شيء جديد بيطلع بس ما بقول، بس نزلنا الاي بي توكس ميوزك بعد، فهاي احس ركزنا على المواهب العربيه اللي اوريدي ثبتت نفسها، والناس اللي لين الحين ما حصلوا فرصه بس يستاهلون فرصه. عملنا أعمال كتير، بآخر الأعمال على أمل كسر الدنيا، ودورك يعني تميز، وهي نجاح بخوف، ماذا بعد؟ الخطة
هل حتكون مختلفة عن دايما ولا لا حتمشي مثل ما نحن بنمشي دايما؟ إنه ماذا بعد؟ هي الماذا بعد اللي بتخوف، والنجاح يمكن ما بيخوف، هي الماذا بعد اللي بتخوف، لأنك بتخاف صح، بتخاف شو بدك تقدم بعدين، شو بدك تعطي بعد غير اللي انت قدمته او احسن من اللي انت قدمته. بيضلوا عندك هذا القلق الدايم يعني اللي نحن عطول منعيشه، يعني مثل الحياة اللي عمل بيكون انت عم تقدمه وبتنجح فيه بيصير عندك قلق باللي بدك تقدمه بعدين. بس نحن يعني مرات احيانا نحط يعني فرضيات انه احنا نجحنا اليوم لازم يكون العمل الثاني انجح، بس هو مش شرط يكون، يعني هذا له حالة استثنائية نجح، ممكن أعمل عمل أهم منه بس ما ينجح، مزبوط ولا أنا؟ أعطيك مثال، أنا قبل عمل دغري كان عندي مسلسل اسمه شتي يا بيروت، كمان انعرض على شاهد. شتي يا بيروت كان بطولتي وبطولة عبد فهد. عأمل ما كان المسلسل بطولتي بس أخذته، يعني أنه أنا مني مثلا لا أنا أخذت هيدا بدور بطولي لازم أخذ بالمسلسل اللي بعده بطولي كمان. كان عندي تحدي بيني وبين حالي أنه أنا هيدا نوع من الأدوار ما عملته لسه، لهيك عملته، وكان بدي أتحدى نفسي قبل ما أتحدى البقية أنه أنا بقدر أعطي هيك أنواع من من الشغل يعني. والحمد لله نجحت يعني، وما ندمت أبدا أني أنا مثلت هيك، لأنه كتير انبسطوا العالم وكتير ضوى علي هيدا الدور. هلا شو في مضيتي عقد جديد مع ايجل فيلم، الصباح، شركة تانية، في شيء ولا بعد؟ لا هلا بعد ما في شيء، هلا من بعد رمضان شوي بتريح الخبرية، بيكونوا بفترة تحضيرات يعني، بعد ما في شيء ملموس. طب مين النجمة اللي عبالك تشتغلي معها وبتحبي الشغل معها؟ يعني واضح انك انت متصالحة مع نفسك، النجمات واضحين وانت كمان واضحة، مين النجمة اللي بعد بتقولي حابة اشتغل معها؟ حيكون بيننا كيمياء، مش نجم نجمة، لأنه أنتوا الفنانات هيك شوي في هلأ فيني أقول أنه أنا انبسطت كتير بالشغل مع ماجي، لأنه أنا ما كنت متوقع أنه ماجي تكون هيك عالسات، شخص مرح جداً، شخص كله حياة، وبتحط لك بسمة، بتحط لك بسمة على السات يعني. الواحد مساحته كتير، ومانا شخص أنه لا أنا هون وعرفت، بس أنه أنا بقول أنه أنا بعد ماني شغلة بعد سينما ولا مرة بحياتي، وعبالي كتير اشتغل سينما، وعبالي اشتغل مع نادين لبكي. نادين لبكي؟ نعم. طب من الفنانات زميلاتك مثلا سيرين عبد النور، نادين نجيم؟ عبد النور بعشقها، بحبها كتير، شخص جدا هيك، نحن على تواصل على السوشيال ميديا، واكيد بتمنى، بس انه انا ذكرت نادين لبكي لانه تحديدا بال ايه مو لا مش بس هي كمان بتمثل، ايه لا كمخرجة سينما.